دعا برلمان الانقلاب إلى ضرورة تدخل الحكومة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لوقف أي محاولات لفتح تحقيق دولي في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي. وهاجم عضو البرلمان تامر الشهاوي البرلمان الأوروبي على خلفية تقريره الأخير حول حقوق الإنسان في مصر. زعم الشهاوي أن تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر تضمن معلومات مغلوطة وأكاذيب لا أساس لها من الصحة. وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد طالبت بفتح تحقيق شفاف في الظروف الغامضة في وفاة الرئيس مرسي خلال جلسة محاكمته. وفي أكثر من مناسبة دولية أهمها كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية والكشف عن أسباب وفاة أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.